يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا 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 أحبائي الأطفال عمو يزيد فرحان بزاف لاستقبلكم اليوم وكذلك أصدقائنا اللي يشوفوا فينا وحبوا يشاركوا في الحضور كما أنتم ما عليهم إلا يتوجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com للمشاركة بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذا أحبائي لما تشاركوا للحضور لازم شوية تعصب لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستقبلكم كامل أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي يوم 14 نوفمبر يوافق اليوم العالمي لداء السكري لو ديابيت عبالكم لداء السكري يصيب الناس بزاف وخاصة كذلك يصيب الأطفال إذا يا أحبائي كاين أطفال مرضى بالسكري إذن العالم كله يتوقف في هذا اليوم هذا يوم 14 نوفمبر للتضامن مع مرضى داء السكري وكذلك الأمم كلها تدير حوصلة وين وصلوا في البحوث والاكتشافات لمعالجة هذا الداء هذا وكذلك كاين يوم عالمي مهم في هذه الفترة هذه هو يوم 16 نوفمبر هو اليوم العالمي للتسامح سي لا جورني انترناسيونال دو لا توليرانس أحبائي في المجتمع لازم يكون تسامح لا توليرانس لازم يكونوا متسامحين ما لازمش الإنسان دائما يكون عدواني يعني يرد بالعدوان على الناس وكامل مليح أنك تكون متسامح كاين بعض الأقوال تقول لك اللي جاز على كلمة جاز على روح يعني الإنسان لازم يكون متسامح وعندي لكم مفاجأة بعد التسامح هذه قبل هذا الشيء نروح نستقبلوا ساعي البريد لو فاكتور اللي جبنا البراوات تاع الناس أطفال أصدقائنا وأوليائهم اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار أراء وملاحظات نستقبلوا دركا سهيب سهيب تفضل سهيب تعال تعال وليدي مساء النور تعال تعال وش رأيك وليدي لباس وجبت لنا اليوم سهيب بريد 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 الأطفال نعم يا الله حطوا لنا في علبة البريد وحنا من بعد راح نقراوه لكم انتما كذلك على بالكم واش ديروا باش عمو يزيد يقرا البريد تاعكم في الحصه مع السلامه شكرا 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 صهيب شكرا احبائي في كل حصه نطرح عليكم لغز ولا سؤال سؤال اليوم يقول سؤال اليوم يقول مش عارف شويه صعيب ولا لا ما هو اكبر سد في الجزائر واين يقع في أي ولاية أكبر سد في الجزائر ويقع في أي ولاية le plus grand barrage تعرفوا لي باراج يا أخي كان في الجزائر دي باراج بزاف يعني سدود دونك السد الأكبر الكبير فيهم كامل وفي أي ولاية يقع معلش فكروا لغاية نهاية الحصة انتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا بإمكانهم الإجابة عن اللغز عبر موقع الانترنت بهذه الطريقة والشاطر يعطينا الحل إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذن أحبائي في الوقت اللي تفكر جاكم صعب اللغز هل السؤال صعب صعب شوية ما عليش فكروا شوية وتسيبوه لأنه سد معروف وفي ولاية جميلة معروفة أحبائي على بالكم باللي في العالم كاين ناس بيض ناس سمر وكاين شخص اسمه نيلسون مانديلا كان أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا قضى كل حياته في الكفاح للوصول إلى المساواة بين البيض والسمر وفي سنة 2009 اليونسكو في هذه الفترة هذه
أقروا بإقامة يوم واسمه نيلسون مانديلا. وهذه السنة هذه 2018 احتفل العالم كله بمئوية ميلاد نيلسون مانديلا. حبينا اليوم تعرفوا على هذه الشخصية مع مريم. إذا رحبوا معي كامل مريم تعرفنا بنيلسون مانديلا. تفضلي مريم. مساء الخير يا أطفال. اليوم أنا حنعرف لكم شخصية عالمية في هذا العالم. نيلسون مانديلا سياسي مناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وثوري. شغل منصب رئيس جنوب إفريقيا من 1994 إلى 1999، وكان أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا. ركزت حكومته على تفكيك إرث نظام الفصل العنصري من خلال التصدي للعنصرية المؤسساتية والفقر وعدم المساواة وتعزيز المصالحة العرقية. ولد في 18 يوليو 1918. درس مانديلا القانون في الجامعة. عاش في جوهانسبورغ وانخرط في السياسة المناهضة للاستعمار. في عام 1961 ألقي القبض عليه واتهم بالاعتداء على أهداف حكومية. وفي عام 1962 أدين بالتخريب والتآمر لقلب نظام الحكم، وحكمت عليه محكمة ريفونيا بالسجن مدى الحياة. مكث مانديلا 27 عاماً في السجن، فانتشرت حملة دولية عملت على الضغط من أجل إطلاق سراحه، وتحقق ذلك في عام 1990. انتخب رئيساً وشكل حكومة وحدة وطنية في محاولة لنزع فتيل التوترات العرقية. كرئيس أسس دستوراً جديداً وعرضت إدارته تدابير لتشجيع الإصلاح الزراعي ومكافحة الفقر وتوزيع نطاق خدمات الرعاية الصحية. تلقى أكثر من 250 جائزة، منها جائزة نوبل للسلام في 1993. وهو يتمتع بالاحترام العميق في العالم عامة وفي جنوب إفريقيا خاصة. توفي نيلسون مانديلا في 5 ديسمبر 2013 محاطا بعائلته في منزله بجوهانسبورغ، متأثرا بعدوى في الرئتين عانى منها طويلا. شكرا مريم. شكرا. تحية. نيلسون مانديلا هو أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا، وكان مكافحا ومناهضا للتمييز العنصري يا أحبائي. إذن ما كانش فرق بين الأبيض والأسود إلا بالتقوى. أحبائي وش رأيكم؟ مادام تكلمنا على اليوم العالمي للتسامح، وتكلمنا على الناس اللي تكافح من أجل القضاء على التمييز العنصري، كاين حاجة في التسامح وفي اللطف وفي التعامل مع الناس نديروها دائما، هي إلقاء السلام. أحبائي لما تخرج من البيت، لما تلتقي بأي شخص، لما تعود ترجع للبيت، لازم دائما قول السلام عليكم. إذن عمو يزيد دلكم أغنية خاصة بإلقاء السلام. إذن تغنوا كامل معايا السلام عليكم. يلا سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بردكم وعليكم السلام. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بردكم وعليكم السلام. فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام، فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. Yeah.
أجرى منها أوصى بها خير الأنام عود نفسك عليها وردها بكل احترام ستنال الأجرى منها أوصى بها خير الأنام عود نفسك عليها وردها بكل احترام سلام عليكم بتحيات الإسلام تحيوا بربكم وعليكم السلام دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب فيها يقين وصواب هي ألفة للقلوب دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب فيها يقين وصواب سلام عليكم بتحية الإسلام تحيوا بربكم وعليكم السلام فيها سكينة واطمئنان هي من خلق الإسلام معناها خير وأمان حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنان هي من خلق الإسلام معناها خير وأمان سلام عليكم بتحيات الإسلام فحيوا بربكم وعليكم السلام شكرا برافو 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 التحقوا بالاماكن تاعكم يا اطفال برافو 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 شاطرين 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 احبائي واش رايكم نروحوا دركا نكتشفوا العاب الخفه مع عمو سليم اللي جانا من مدينه بجايه يلا معايا عمو سليم تفضل تفضل إذن راح نروحوا الألعاب الخفة مع عمو سليم وبيتشو اللي جاونا من مدينة بجاية تفضل عمو سليم تفضل تحية تحية Thank you.
تحية لعمو السليم وبيتشو، تحية حارة من فضلكم، تحية. شكرا. اليوم يا أحبائي حنكتشفوا في فقرة هل تعلم معلومة جديدة مع ياسمين. تفضلي ياسمين، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن سور الصين العظيم هو أول تحفة بشرية يمكن رؤيتها من سطح القمر؟ برافو ياسمين. إذن سور الصين العظيم لم يغيد الشين أحبائي، هي التحفة الوحيدة اللي يمكن رؤيتها من الفضاء ومن القمر. إذن هذه معلومة جميلة، شكرا ياسمين، شكرا. تحبوا الحكايات؟ يلا إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية العناكب الصغيرة، يلا معي. إذن أحبائي في كل مرة نحكي لكم حكاية وإن شاء الله هذه الحكاية تكون فيها عبرة تستفادوا منها. واحد النهار واحد العنكبوت كبيرة هكذا ولدت دراري صغار عناكب صغيرة، كي ولدتهم وراحت بعد هذوك العناكب كي فتحوا عينيهم وكامل شافوا باللي الطير يما هي اللي توكلوا، يفتح فمه هكذا باش تشوفوا الطير صغير يما توكلوا، شافوا عدة حيوانات يم والديهم يعني الأم هي اللي إما تردحهم الحليب إما توكلهم إما. راحوا عند العنكبوت الكبيرة يماهم قالوا لها يما وكلينا، قالت لهم لا، قالت لهم حنا ماشي من نوع تاع الحيوانات اللي يوكلوهم، لا حنا يجبون نعتمدوا على نفسنا. قالها بصح كيفاش حنا صغار؟ قالت لهم مام صغار لازم تعتمدوا على نفسكم. وراحوا قالت لهم دوك تعرفوا، قالت لهم ربي ديلكم حكمة بها اللي تصطادوا وتاكلوا بها. حتى راحوا قعدوا يفكروا كيفاش نديروا الحيوانات كبار علينا، كيفاش نقدروا بسهم ياكلوا الحشرات. قالوا الذبابة كبيرة علينا وكامل، كيفاش راح نديروا؟ وبعد قالوا حكمة الإله في هذاك الخيط اللي يخرج من البطن ديالك تاع العنكبوت. فهموا باللي لازم يبنيوا هذيك كيفاش يقولوا شبكة العنكبوت، برافو بنتي، الشبكة العنكبوتية باش الحيوانات يجوا يلصقوا فيها ومن بعد يعني يصبحوا فريسة تاع العناكب هذوك. وبداو يديروا في هذيك الشبكة العنكبوتية، كل واحد يدير شبكة، وبداو يجوا الحيوانات يصطدموا بهذيك الشبكة ولاو فريسة تاعهم. فهموا باللي هما كعناكب صغيرة ما يقدروش يبقاو يستناو هكذا حتى يجيو يوكلوهم، لازم يعتمدوا على نفسهم. عمو يزيد، نستخلصوا من الحكاية تاع اليوم أنه يجب علينا الاعتماد على النفس. برافو، تحية البوبي، تحية. إذن أحبائي، الطفل الناجح والإنسان الناجح هو اللي يعتمد على نفسه، ما يبقاش يستنى في الناس تواسيله، ماما ديري لي، بابا دير لي، حتى الواجبات تعتمد على نفسك، حتى في اللباس، حتى باش تلبس وكامل. شاطرين أنتم تعتمدوا على نفسكم، شاطرين، الله يبارك. إذن هذا وعد أنه لازم تعتمدوا على أنفسكم يا أخي أحبائي، يلا معايا. إذن أحبائي الاعتماد على النفس واجب، وانتم شاطرين على بالي تعتمدوا على أنفسكم. دركا الحقنا الركن النكت، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة، تعال وليدي، تعال. وصفك وليدي؟ عبد الحكيم. وين تكون عبد الحكيم؟ في ولد موسى، ولات بومرداس. ولات بومرداس، الله يبارك. حكي لنا النكتة تاعك ولدي. تحى فرنسي وتحى أمريكي وتحى جزائري، قالوا واحد الراجل دخلوا الدار تاع النمل، واللي يخرج بلا نملة مدلوش يحب. الفرنسي دخل خرج بالنمل، الأمريكي دخل خرج بالنمل، الجزائري دخل خرج بلا نملة. قالوا كيف خرجت بلا نملة؟ قالوا بلي قتلت نملة راحوا جنازتها. برافو، أروحي بنتي، تعالي. واسمك بنتي؟ مدينة. مدينة، وين تسكني مدينة؟ بلدية مفتاح. في مفتاح، خيار الناس،
حكينا لك شو تعرف بنتي؟ واحد الفيل هجموا عليه مجموعة من النمل، النمل ما عاد دار هكطار وكاع النمل، قعدت له غير وحده هنا في رقبته، ما عاد بدا يعيط وكاع هذوك النمل، يا عتيقة أخنقه عتيقة. برافو 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 برافو. شكون شكون؟ تعال 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 اقعد وليدي. واسمك؟ زكريا. زكريا وين تكون زكريا؟ في ولد موسى بس جيت واكونت. وين تكون اصلا؟ في الطليان. في الطليان. وش المدينه؟ هنا قدام نابولي. قدام نابولي. جيتوا للبحر؟ جيتوا جينا واكونت. واكونت عجبتكم الجزائر؟ هايله مليحه هايله. عجبتك الحصة؟ مالف تشوفها الحصة؟ مالف نشوفها. عجبتك؟ واش تقول لهم؟ واش حبيت تقول لك شي حاجة هكذا ولا؟ راك فرحان اللي راك هنا وكامل؟ راني فرحان، جيت مع وليد عمي. يا تقيب تقيب يا. كي تروح سلمنا عليهم كامل في نابولي وكاع سلمنا الجالية الجزائرية في الخارج. تفضل وليدي تفضل تفضل. دركا لحقنا الركن الرسائل. بوبي عطينا رسائل تاع اصدقائنا الاطفال اللي بعثوهم لنا نقراوهم هنا. وانتم يا احبائي اذا حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. شكرا بوبي. تحيه تحيه تحيه. اذا الرساله الاولى، بدوي سلسبيل 13 سنه من تقبو ولايه المديه، قالت لكم أنا أحب حصة عمو يزيد وأعتبرها من حصصي المفضلة وأحب العمو يزيد. شكرا يا سلسبيل بدوي من مدية، ربي يطول عمرك وعمو يزيد تاني يحبكم كامل. الرسالة الثانية، قدور أمينة 12 سنة مدينة وادي تليلات ولاية وهران خيار الناس، قلت لكم أريد المشاركة مع عمو يزيد لأنني أحبه وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج. أمينة قدور 12 سنة من وتليلات بنتي، شكرا على هذه المراسلة وسوف نتصل بك حتما باش تجي تشاركي معنا في الحصة. الرسالة الموالية، بوزيان دعاء 13 سنة مدينة زبوجة ولاية شلف، قلت لكم أنا أحبك كثيرا يا عمو يزيد، أريد المشاركة في الحصة مع الأطفال. إذا دعاء بوزيان 13 سنة، مرحبا بك بنتي، راح نكلموك في أقرب وقت باش تجي حضري معنا. الرسالة الموالية، بن عباس هبة 14 سنة مدينة قندوزة بأقبو ولاية بجاية، قالت لكم أحبكم وبالتوفيق، راهي تمنى لكم التوفيق. شكرا هيبة بن عباس، ربي يطول عمرك والتوفيق لك كذلك. الرسالة الموالية، حدادي بسمة 4 سنوات مدينة دلس ولاية بومرداس، قالت لكم أحب الحصة لأنها مفيدة جدا للأطفال. إذن بسمة حدادي من دلس، شكرا بنتي على هذه الرسالة. هذه عمو يزيد يحب هذه الرسائل هذه ويعتز بها. الحقنا لدركا الجواب عن السؤال. إذن ما هو أكبر سد في الجزائر؟ أكبر سد في الجزائر. تعالي بنتي تعالي، ذكرهم باسمك. ندى. ندى، وش هو اكبر سد في الجزائر؟ بني داود. مشي بني داود، فيه بني بصح مشي داود، فيه بني. تعالي بني هارون. بني هارون. تعالي، ولكن السؤال مازال ما خلاص، في اي ولايه يقع؟ تعالي وين عندك فكره؟ وين؟ في الشرق، في الغرب، في الصحراء، وين؟ ما عنديش فكره. قول لنا في رايك انت وين يكون بني هارون؟ في الشرق. في الشرق. تعالي تعالي، تعرفوا الولايه؟ بويره. دويره. وش هي الولايه؟ معليش
شوفوا ندى جاوبت على السؤال وقالت مدينة في الشرق الجزائري، نقبلوا منها الإجابة، هي حقيقة مدينة في الشرق الجزائري، نقبلوا الإجابة تاعها؟ نقبلوها؟ نعم. إذن هو في مدينة ميلا، سد بن هارون هو أكبر سد في الجزائر، يمد 6 ولايات، على بالكم باللي يمد الماء ل6 ولايات أحبائي، يمد هاد 6 ولايات فيهم 5 مليون نسمة، يعني 5 ملايين تاع الناس كامل سد بن هارون يعطي لهم الماء. إذن أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي ندى، عمو يزيد وشركة شيبس مهبول يهدوك هاد الهدية على شطارتك، إن شاء الله تستفادي بها. إذن أحبائي تحية 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 ندى. إذن سد بن هارون بمدينة ميلا يمد 6 ولايات، السكان تاعهم ما يقارب 5 ملايين نسمة. إذن هذا إنجاز نفتخر به في الجزائر، لأن السدود مهمة، الماء هو الحياة يا أحبائي. يا أخي في كل حلقة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده، وباش تحتفلوا بعيد ميلادكم لازم ترسلونا عبر البريد ب5 قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 استوالي الجزائر العاصمة. اليوم معنا بهاز ملك وبهاز نور الهدى، ملك 7 سنوات، نور الهدى 8 سنوات، حنا نحتفلوا بعيد ميلادهم وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعهم وحنا نغنوا لهم. يلا التحقوا بيا نغنوا لهم. يلا بهاز ملك ونور الهدى تعالوا، وانتم التحقوا بنا باش نغنوا لهم كامل عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالهم. يلا يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لبيا سالة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لبيا سالة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن عمو يزيد يشعل لنا الشمع دركا، ديروا معايا العد التنازلي من 8. إذن 8 7 6 5 4 3 2 1. يلا كل واحد يطفي الشمعة تاعو. فوالا فوالا، زيدي زيدي زيدي. فوالا، برافو 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 برافو. إذن إذن ملك، شكون ملك؟ إذن بهاز ملك وبهاز نور الهدى، عمو يزيد يعطيكم هذه الشهادات
هذه الشهادات هما ذكرى لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كامل يا أطفال كل واحد فيكم راح يأخذ شهادة باسمه تحتفظوا بها كذكرى. أعطي الهدية تاعهم. إذن أحبائي هاي الهدية تاعكم نحطوها هنا. إذن رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيكم هذه الهدية، هذه إن شاء الله تستفادوا بها. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، سنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تيفي. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. يوم جينا ليميسيون تاع عمو يزيد، احنا جينا من بلدية مفتاح، عندي ثلاث بنات جبتهم معايا، مدينة وياسمين وليليا. احنا بناتي كانوا يتبعوا الحصة تاع عمو يزيد عبر التلفاز. وني لا فوالا فو فواي مع الدراري سون تو كونتون، فرحانين. سي نشكروه بزاف بزاف على هاد ليميسيون. يعطيكم الصحة بور ليميسيون تاع عمو يزيد، راكو فرحتوا لنا الدراري الله يبارك في هاد الباكونس، وان شاء الله مزيد من التألق ان شاء الله. يعطيكم الصحة. قالوا هلموا الينا انضموا مع عمو يزيد.